نتكلم عن الادجكتيفز، يعني الصفات. adjectives يبقى الادجكتيفز الصفات. انا بقول يا روما ان الصفه تصف الاسم، الصفه تصف الاسم وتاتي قبله. يعني يا مريوم هقول tall boy، فين الصفه يا مريوم؟ هنا tall. طيب هقول يا مريومة نايس باج، فين الصفة؟ نايس، اكسلنت يا مريم. يبقى أنا كده الصفة جت قبل الاسم، ده الاسم اللي هو النون، ودي الادجكتيف اللي هي قبله الصفة، وده النون وده الصفة. طيب ممكن تيجي فين كمان؟ قال لي كمان يا مريومة الصفة تأتي بعد verb be، اللي هو مين يا مريومة verb be؟ excellent. verb be اللي هو الام والis والار، تيجي بعديهم الصفة. يعني اقولك she is happy، فين الصفة هنا؟ is the verb be اللي بعده على طول هو الصفة اللي هي كلمة ايه؟ happy. يبقى she is happy، هي تكون سعيدة. طيب we are tired، فين الصفة يا مريومة؟ كلمة tired هي دي الصفة. طيب الصفة دي يا مريومة ليها نوعين، الادجكتيفز دي صفات ليها اتنين، واحدة اسمها short adjective صفة قصيرة، والتانية long adjective صفة طويلة. يبقى عندي الصفات نوعين، واحدة short واحدة long. short يعني صفات قصيرة، ولونج يعني صفات طويلة. الصفات القصيرة يا مريومة بتكون من 3 حروف لـ5، يعني مثلا عندي كلمة sad تبقى صفة قصيرة. معايا يا مريم ولا لا؟ طيب حبيبتي تركزي معايا، sad صفة قصيرة، nice صفة قصيرة، short صفة قصيرة، small صفة قصيرة. يبقى من 3 لـ5 حروف دي صفات قصيرة. أما الصفات الطويلة يا مريومة بتكون من 6 حروف 6 letters or more أو أكتر. 6 letters or more تبدأ من 6 حروف أو أكتر. زي إيه بقى يا مريوم؟ زي مثلا لما أقول كلمة expensive يعني غالي، expensive غالي الثمن. إيه مثلا أقول كلمة beautiful جميل. يبقى يا مريوم النهاردة بنتكلم عن الصفات الادجكتيفز، وقلنا في نوعين من الصفة، صفة قصيرة وصفة طويلة. الصفة الطويلة يا مريومة بتكون من 6 حروف أو أكتر، الصفة القصيرة 3 أو 5 حروف، يعني 3 أو 4 أو 5 يبقى دي قصيرة. لا أكتر من كده، أكتر من الـ5 يبقى صفة طويلة. خلاص؟ طيب أنا لما أتكلم عن حد باجي أوصفه هو وبس، بقول مثلا the tree الشجرة is مثلا short، الشجرة دي قصيرة أهو. قول مثلا my car سيارتي is expensive، expensive سيارتي غالية. طب لو أنا دلوقتي عايزة أقارن ما بين سيارتي وسيارتك، أنت معاك عربية وأنا معايا عربية وعايزة أقارن ما بينهم، تعالوا نشوف مقارنة الصفات هتبقى إزاي لما أجي أقارن ما بين صفتين. مقارنة الصفات،
اول شيء يا مريومة انا هقارن ما بين اتنين اسمها comparative. comparative يعني مقارنة ما بين اتنين، وهستخدم الاول الصفات القصيرة، المقارنة في الصفات القصيرة. اللي هي كم حرف الصفات القصيرة يا مريوم؟ اللي هي 3 او 4 او 5، 3 or 4 or 5، 3 او 4 او 5 حروف، دي صفات قصيرة. هقارن ما بين اتنين. عند المقارنة بين اثنين هعمل ايه يا مريوم؟ هجيب الشيء الاول ان انا عايزة اقارن ما بينه. انا عايزة اقارن بين علي اهو وبين احمد في صفة الطول يا مريم. يبقى هجيب الشيء الاول وبعدين verb، وفي الغالب هيكون verb be اللي هو am و is و are، وبعد الverb هجيب adjective اللي هي الصفة وهضيف لها er، واحط بعدها كلمة than، وبعدين الشيء الثاني واحط الفلسطوب بتاعتي والجملة خلصت. طب يا مريومة فين الشيء الأول هنا؟ مين ده؟ علي وده هاني مثلا. فين أول واحد الأطول فيهم؟ فينه؟ علي. يبقى هقول علي verb be. علي ياخد أم ولا إز ولا آر؟ يبقى علي is طويل. يعني ايه يا روما طويل؟ يعني tall. واضيف لها ايه يا مريومة؟ er. يبقى taller، وبعدين بحط كلمة than، taller than، بدل ما هي طويل بقت اطول من. than يعني من، يبقى taller than أطول من. taller than مين؟ هاني. يبقى هو يا مريومة أنا بقارن ما بين اتنين، بقول إن علي is taller than هاني. ده في الصفات إيه يا مريومة؟ في الصفات القصيرة. طب تعالوا نشوفوا برضو مقارنة بين اتنين بس في الصفات الطويلة. هعمل ايه؟ قال لي هنجيب برضو الشيء الاول وكمان بعد كده verb، وبعدين قال لي مش هينفع طبعا الصفة طويلة اصلا، مش هينفع اروح حطلها كمان er. قال لي لا، عشان هي طويلة ما تحطيش er، حطيلي كلمة more وبعدين الصفة الطويلة وبعدين than عادي خالص والشيء الثاني. انا يا مريوم هقارن ما بين سيارتي وسيارتك، سيارت مريم. عايزه اقارن ما بينهم، هبدا بمين؟ عربيتي انا اسمها ماي كار. ماي كار يا مريم تاخد ام ولا از ولا ار؟ هياخد is. my car is. وبعدين هجيب more. ليه؟ عشان انا هقارن في بكلمة الصفة اللي اسمها expensive. دي طويلة ولا قصيرة الصفة دي يا مريومة؟ قصيرة. expensive كم حرف يا مريم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حروف. تبقى صفة طويلة ولا صفة قصيرة؟ صفة طويلة. يبقى my car is more، هكتب كلمة more وبعدين expensive than your car من سيارتك. يبقى السيارة بتاعتي أغلى
من سيارتك. يبقى انا لما اجي اقارن بين اتنين يا مريوم احط القاعده دي قدامي. بص يا مريم اهي دي القاعده بتاعت المقارنه بين اتنين. هقول صفه زائد اي ار وزان، وطبعا دي هتكون صفه قصيره، او يا مريم هيكون مور صفه طويله وزان. يبقى المقارنة بين اتنين يا مريومة لازم يكون في كلمة زان. المقارنة بين اتنين لازم يكون في ايه؟ زان. صفة قصيرة يبقى هروح ازود لها اي وار. لا، صفة طويلة مش هينفع اضيف لها اي ار، ما هي طويلة اصلا قد كده. احط لها لسه تاني حروف؟ لا، قال لي حطي قبلها مور. يبقى طالما صفة طويلة اقول مور والصفة الطويلة وبعدين زان. طب تعالي يا مريومة نشوف أسئلة على مقارنة الصفات. يلا يا روم، هقرأ لك أنا الجملة. بيقولك her choose the correct word، اختار الكلمات الصح أو الكلمة الصح. horses الحصنة، are وبعدين هنا جاب لي than camels than، يبقى اختار fast ولا faster ولا fastest. ها مريوم جبنا than، يبقى ناخد الصفة اللي اخرها er. بصي اهو يا مريم صفة er وبعدين than. فين الصفة اللي فيها er؟ faster. انت مش شايفه؟ طب هقرب لك. يبقى faster than، faster than. خلاص يا مريوم. طيب تعالي نشوف اللي بعده. شايفه كده؟ لا الصوره بتقطع. هو ممكن يكون النت ضعيف شويه. طيب camels are than horses، هتبقى camels are طالما في زان يبقى اختار الصفة اللي فيها ار يا مريوم. يبقى taller than، taller than. أيوة. number 3 camels are heaviest ولا heavy ولا heavier than horses. يبقى camels ايه؟ heavier than horses. برافو يا مريوم.